ما هي نصيحتك لمبتدئ التجارة الإلكترونية؟ ألاحظ صراحة صديقي أن العديد من الناس في التجارة الإلكترونية الكل الآن يفكر في الفيزيكال برودكت. الإشكال الفيزيكال برودكت حالياً كاينين بعض الإرهاصات، إذا كانت هذه الكلمة زعما سليمة مارش، هناك بعض الإرهاصات. التجارة الإلكترونية في المغرب أولاً الديوانة غلات، السلعة صعبت باش تجيبها، ماشي كي كان قبل، ما كاينش دينيش مزيانين. كاين مشكل اخر انك انت دابا المشكل انه ما كاينش، كاينين قشاوش عاشوره كما كيعرفوا الاخوان، كاينين قشاوش عاشوره، يعني الا كنتي غتبيع الناس اللي غدا اف اي كوم مزيان، كاين داك النوع اللي ما كيدير هو لامبورطاسيون اولا كيصاوب سلعته اولا عنده كونتاكت مع واحد تيجيب ليه السلع، اولا كاينين الناس اللي كيبيعوا بالجمله ولكن عندهم السلعه ديال الناس ديالهم، يعني ما تلقاهاش حطها برا. فهذا الاشكال هذا. وكاين ثاني مشكل ان بعض الناس بعاد، والتجاره خيارة كما سبق لي وقلت في كثير من الاحيان ان التجاره هي عباره عن علاقات انسانيه، يعني خصني نمشي للسوق، خصني كنلقاو ان التجاره في المغرب متمركزه في بعض المدن، كنهضروا على كازا، كازا كاين الناس اللي ساكن في بني ملال، كاين يعني صعيب انه يبيع ويشري، يعني في الجنرال نيش، يعني يبيع في واحد النيش اللي هي ديال الشينوا اولا، صعيب يبقى غادي جاي لكازا اولا، يعني كاين عندنا هذا المشكل. في المقابل انا تنقول للاخوان يردوا البال لواحد المساله، راه كاين دابا شي حاجه سميتها ديجيتال برودكت، كاين الفيزيكال برودكت وكاين ديجيتال برودكت. الناس اللي ما قدروش يبداو اولا جاهم صعيب يبداو الفيزيكال برودكت، يعني يبيع تيليكوموند، يبيع صنطات الدار، يبيع اللي لقى انه صعيب عليه يبدا بالديجيتال. علاش انا كنصحك تبدا بالديجيتال؟ بزاف ديال الحويجات، وراه سبق لي وقلتها في انستغرام، وداك الشيء اللي تنقول للاخوان الله يرضى عليكم تابعوني في انستغرام، لانه راه انا كاين في انستغرام اكثر من الفيسبوك. علاش خاصك تمشي للفيزيكال؟ علاش خاصك تفكر في الديجيتال؟ بزاف الامور. اولا تبعي، يعني ممكن تجيري البيزنس ديالك منين ما كنتي، والله واخا تمشي لتشاينا تجيري البيزنس ديالك، هنا في المغرب تجيري فين ما كنتي غتجيري هذا البيزنس. ثاني حاجه بالنسبه للمغرب كاين واحد الاهتمام، ولا واحد الاهتمام بالديجيتال. هذا الشيء اللي قلت راه قلتو في انستغرام، انا كنعاودو في فيسبوك لان عارف ما كاينش بزاف الناس اللي تابعونيش في انستغرام. علاش خاصك، علاش ديجيتال برودكت؟ قلنا اولا انك ممكن تجيريه في اي بلاصه. ثاني حاجه هذه تنعطيها نصيحه، ممكن تبدا، انا ماشي تنقول لك الفيزيكال ما فيه ما يدار، فيه ما يدار، ولكن لقيتي صعوبه انك تبدا، اند راك عرفتوا حتى المنافسه ولات كثيره في الفيزيكال. فالديجيتال تبدا من اي بلاصه بغيتي. ثانيا في المغرب، كنهضر على المغرب، انا ما كنهضر لك على العالم، في المغرب راه ولات واحد الكونسوماسيون ديال الديجيتال، الناس ولاو تيكونسوميو الديجيتال. الديجيتال في المغرب يعني جوج الحوايج اللي تيتكونسوماو دابا بزاف، عندنا نتفليكس وعندنا لي بي تي في، كاين داك البي سي ان ديال البلاي ستيشن وداك التخربيق، ولكن هاد جوج الحوايج تيتكونسوماو في المغرب مزيان. الوغ تيتكونسوماو في المغرب، نهضروا شويه احصائيات، احصائيات صديقي عندنا تقريبا، ما نهضروا كاع احصائيات، نهضروا غير الواقع شنو كاين دابا. نتفليكس صديقي دابا مثلا اذا جينا نشوفوا غير الاحداث اللي وقعت غير واحد ثلاثه السيمانات هذه، غادي تلقى ان جورجينا مرت كريستيانو رونالدو كلشي كيهيت عليها في فيسبوك، وديك السيري كانت في نتفليكس، يعني المغاربه كيتفرجوا في نتفليكس، لقاو جورجينا في ستوري ديالها شكرات المغاربه كاول دول كيتابعوا نتفليكس، تابعوا داك الحماق ديالها في نتفليكس، يعني المغاربه هما الاولين. بطبيعه الحال هذه المساله مفروغ منها، كون اننا حنا المتابعين الاولين للروتيني اليومي، فما بالك بالاخت جورجينا. وانا على يقين ان الكل لم يتابع قصتها، او البعض لم يتابع قصتها، وانما ذهب الى المؤهلات التي تتوفر عليها جورجينا. على العموم مساله جورجينا كنلقاوها قضيه كازا دي بابيل، فرقعات في المغرب تقول الناس تفرجوا فيها دو زعما اشنا هي هذيك الاخرى كازا دي بابيل الاخرى سكويد جيم، تا هي فرقعوا فيها المغاربه وتا هي شافوها المغاربه. اذا كنلقاو حنا انه كاينين الناس كيهتموا بالنتفليكس. علاش تاني؟ لانه الانترنت ولات في اي دار، زيد عليها الشاشات الذكيه ولات كذلك شكرا لتشاينا، لانه ولات عندنا التلفازات غير 2500 و 3000 درهم ممكن انك تكون عندك سمارت تي في وانت انك تفرج، فهادشي كله خلى الناس ولاو تيكونسوموا، ولاو تيكونسوموا تيلي بي تي في، تيلي بي تي في بلاد مباشر في القهوه في الدار وبيتفرج في شنو يقولوا لها هذيك في البيين سبور الى غير ذلك، فكنلقاو واحد الاهتمام. الوغ هذه سوق ممكن انك تدخلها. بطبيعه الحال انا الناس اللي داخلين البيزنس ديال بحال هذا البيزنس، انا نصيحتي لهم، عندي واحد النصيحه، الله يرضى عليكم، حاول انك ما تخدمش الليغال، خدم ليغال، حيت مثلا ملي غتدخل لهذا السوق هذا غادي تلقى انه ممكن يتخدم بجوج طرق. كاينه الطريقه اللي هي ليغال، اللي هي كتبني بها واحد الريبيتاسيون
نعطيك مثال، واخا انت كتربح في الكونت 30 درهم مثلا، انت تربح في الكونت 20 درهم اوكي، قانونيا كتربح 20 درهم، في الايليغال تقدر تربح واحد 25 درهم تقريبا. الايليغال، الايليغال اش كنقصد به؟ هو دي كونت اللي هما مكراكيين، وهذا هادو ما يخليكش تبني ريبيوتاسيون. اما الا كتخدم ليغال، يعني لي كونت اللي كتبيع هما دي كونت اللي هما ليغال، فهنا راه كتبني ريبيوتاسيون. يعني انا بالنسبه ليا واحد الكليان كيشارجي معايا الشهر هذيك 20 درهم ديما كنربحها معاه، اما واحد هاد الساعه ديال الفيزيكال وراكم عارفين قشاوش عاشوره غنبيع عليه، ما باقيش غيتقدم من عندي، هذه واحد وجوج غيقدر يصيفط لي واحد جوج دعاوي حارين، لانه عارفين قشاوش عاشوره للاسف ماشي كاع السلعه مزيانه. كتشرب في داك الكاس ما بغاش يسالي خويا طونجي، قال لك الناس في الناس او القرع في مشيط الراس، انت مالك اخويا هذا الكاس يسالي ولا ما يسالي، ضرك في خاطرك. فارجع معاك الموضوع، يعني مثلا الا حاولتي دير ليا غير واحد 1000 ولا 2000 كلاينت اللي هو فيهم معاهم الريكورين بيمنت، يعني كدير مثلا حيت في الفيزيكا راه كدير واحد 10 المبيعات 20 مبيعه في النهار، انت كتعتبر مبتدئ 10 20 مبيعه راك مبتدئ، 10 20 مبيعه في الديجيتال عطيتو الكليان، عطيتو واحد السيرفيس اللي مزيان، الناس مثلا شرا من عندي كونت نتفليكس ديما خدام، ما تيوقع ما تيتسد ما والو، كنشارجي ليه كل شهر داكشي خدام ناضي كناضي. الو علاش انا بطبيعه الحال ما غاديش يبدا يشارجي معايا؟ بطبيعه الحال غيبدا يشارجي معايا وغادي يخدم معايا، عكس انني مثلا غنبيع واحد غتقول لي على كيفاش نيتفليكس مالو ما يمشي يشريه من سميتو، لا راه كاين طرق باش كيتقام رخيص، يعني انت مثلا ملي كتشري هذاك نيتفليكس كتشريه بثمن اقل، يعني تتشري بطريقه قانونيه وبثمن اقل من الطريقه اللي هي بطبيعه الحال ان واحد يخلص، يعني يخلص بلاكارت بونكا. اذا هادو طرق الخوت شويه وي هاف تو ثينك اوت اوف ذا بوكس، تبقاش تركز غير على الديجيتال، راه ماشي كلشي مصلح ليه، صلاح ليه يخدم الديجيتال الفيزيكا زعما، ماشي كلشي مصلح ليه يخدم ليه. ايوا هادشي اللي كاين. تحياتي لك سي امين، ولكن هذاك البلان ديال نتفليكس سول على الحكم التجاري فيه والتسويق، لانه من باب واسع من المحظور. والله يا اخي ابي محمد نور الدين، هو على حسب ما تشاهده، نتفليكس فيه الكثير من الوثائقيات الجميله جدا، وفيه بعض السلسلات انا لن ادخل معك في باب مشاهده المسلسلات حلال حرام، انا اعرف هذا، ولكن يعني في سلسلات محترمه، يعني ليس بالضروره دائما. نعم اي نتفليكس هي تحاول دائما ان تروج الى المثليه وما الى ذلك، ولكن نحن لدينا قناعاتنا التي لا يمكن ان تغيرها مثل هذه السلسله. طبعا الحال الخطر كل خطر على الاطفال، هذا اتفق معك، ما نحن راشدون، واصلا قبل ان تشاهد اي شيء راه يظهر لك مثلا بلس 18، يظهر لك ماذا ستشاهد، عنف تي، فاذا كنت تشاهد راه يعطيك وورنين في الاول، فاذا كنت تقبل به فانت تتحمل المسؤوليه. على العموم هذا موضوع اخر، انا الحلال والحرام ليس موضوعي هنا. واش القهوه كحله ولا بيضاء؟ واش الجزر خاصو يكون عندك كابيتال؟ هو الصراحه ماشي ضروري انه يكون عندك كابيتال.